السلام عليكم. اليوم محمد شو عندنا محمد؟ عندهم الحرف الألف. عندنا عندهم الكوري محمد. راح نعمل تحدي اليوم. وهذا عندهم الألف. لا بدنا نعمل تحدي. لا هذول إلا يا عزيزي. هذا يا عزيزي بدنا نعمل تحدي هلا. هلا بدنا نعمل تحدي مع عندهم الكوري محمد. بس لا عزيزي. أي شوف. لا شوف فينا نعمل تحدي ناكل الأندومي الحارة اللي ما فينا. الأندومي الكوري. نجرب ولا لا؟ بس عزيزي أنا ما راح أجرب هذا. ليش؟ لانه انا ما بحب هذا. لا اذا ذبحت انت اذا ذبحت عرفت ما راح تاكله. بس انا اذا خسرت راح اكله واذا انت خسرت راح تاكله. راح نجرب. جاهزين معاكم؟ بس اذا انت خسران لازم اذا انا فزت وانت خسران راح احطك الليمون هيك تشربها كلها. انا موافق. بس هلا خلينا نفتحها لنتاكد ونشوف انه الاندومي الحار. هذا الاندومي الكوري كثير حار على فكره. وعلى فكرة محمد هذا الأندومي نحن يا جماعة الأندومي هذا الكوري على أول مرة بدي أجربه أنا يا جماعة. نشوف شو بصير معنا يا جماعة. أول مرة بابا يجرب هذا الأندومي. وأنت ما جربته. هلا بنجربه إحنا ولا نشوف. هلا خلينا نفتحها قدامكم مشان نشوف. والله كمان بحكي عنه. أنا ما بدي بس نطلع نشوف شو في بزة. وبابا شو طلع أنت؟ شايفين؟ محمد شايف؟ أنا آسف يا محمد. جماعة يا جماعة هاي أكثر شيء حاد هاي. وأنا هذا سبايسي أكثر شيء حاد. قلت وأنا كمان حاد. محمد هذا مو حاد كثير. هذا ما يجي ربع لهذا. هذا حاد أكثر شيء. هذول شايفين هذول كم قطعة؟ اثنين هذول كم وحدة؟ محمد خلينا نحضرها ونرجع ماشي ونجرب التجربة. هي على فكرة هي أول تجربة لي ولمحمد. هلا شوفوا على فكرة أنا متحمس للتحدي وكمان خايف صراحة لأن أول مرة بجرب الحاد. أول مرة ولا والحاد مو كثير أصحاب. بس خلينا نجرب. هلا خلينا نحضرها ونرجع ونشوف. خليكم معنا. كان بعد ما حضرناها للأندومي بس هلا بدنا نبلش. شو محمد؟ لا أول شيء بابا أعطيني هاي ماشي وأنا هاي تمام. بابا هون السبايسي. بابا هون الحاد. محمد سرحان يا جماعة شايفين؟ راح نفتحها قدامكم ونخلطها ونبلش. وادعوا لي اني اقدر اكمل. وانا كمان ادعوني. انا كمان شو بدك افتح لك هاي انت؟ لا انا بابا افتح لك هون. انا بابا معلش. اتفضل. شكرا يا ابي. يلا جاهزين؟ جاهزين. يا بسم الله احفظ انا بسم الله. محمد ريحتها مبينة حادة كثير. اي والله بابا. لا ما بدي اسمع خليني هيك. اها محمد يا بسم الله. يا عزيزي بابا هلا شميت. هلا بدي طعميك. هاي فضيناها بابا. انا كمان هون شوفي عنا هون ابيض. هاي كمان حادة بابا سبايسي يعني. والله ان شاء الله مين رح يفوز انا ولا انت؟ من الاكد مين رح يفوز. انتم يا عم تعبي انا رح فوز او عزيزي بابا او دادي يفوز. هي أكثر شيء هذيك اللي الحادة كثير. راح نحط هاي كمان. حارة. شو حارة؟ هاي حارة. أنا بدي أخليك تجرب من هون. روم جاهز؟ بابا معلش أحطك هاي بدك. أعطك أنا. هذا شو هذا؟ هذا صلصول ولا شو هذا؟ هذا اللي سبايسي بابا. أنا فكرته هذا صلصول كافي. إيه يا ناس. بدي أوصل بدي أكل ليمونة بابا. إيه والله. تمام؟ حط حالك أنت يلا. أنا أعطي حالك. لانه هذول انا عم خلطهم اربع انواع مع الحاده ديك سبايسي. وانا كمان عم بحطك حار. سويناها خبيصه. يلا عادي هاي نعناع. على شو مامي؟ يلا بدنا نحركها يا بابا. بابا انت عامل لي ليك؟ عندك اندومي ريحته كثير. لانه حاده كثير بابا من الحد من الحده. ويلي
شوفوا شكله رانش يا بابا. صار رانش يا أبي. بابا لحظة شوي خليني نحرك على السوا. الله شوفوا. بلش بصحنك. يلا عادي الحلا بلش. محمد تورحت. تورحت. محمد. جربت لأنه حرك بابا حرك. يا شباب هلا نحن خلطنا وصرنا جاهزين. يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا رب تروح الحج. خير بابا. شكلك خسرت ها؟ لا ما راح أخسر. طبعا أنا المي والعيران مجهزه لأنه شكله جبنا العيد لحالنا صراحة. ساكل هاي الدوبتي. خذ بابا. حركها. محمد بدك تحركها حبيبي يا عيني. يلا محمد جاهز؟ جاهز. يلا تفضل بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. دعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا. بدي أشاورك. أيوة تحمل بابا تحمل والله كثير حادة. الله يحفظ عنك. مو إنه هيك عم بحكي بس والله صدقا كثير حادة. بسم الله. تبعيد طيبة. تبعيد بابا ما طيبة. حفظ أنا وياه. محمد صدقا يا جماعة والله كثير حادة. ممكن نعمل؟ شو أكل يا مو بابا؟ بسم الله. ما راح أشرب عيران هلا؟ خليها شوي. عادي عادي شو؟ لا. شو بتطلع كده؟ هدوء. أنا بحرك شوي كده. بابا عم بعمل تحدي سبايسي أنا ومحمد. محمد شو صار معك بابا؟ ما صار شيء معي. علي بابا قول بسم الله. قول بسم الله. بابا قلت بسم الله. الصراحة صراحة جد كثير حادة. والله العظيم كثير حادة. هاي أول مرة بجرب الحادة هيك. محمد؟ بدك تخلص قبلي؟ إيه والله. خلص أنت. إذا خلصت قبلك بدك تاكل الليمونة. لا أنا رح خلص عشان تاكل الليمونة. أنا يا شباب ما رح أسحب، رح كمل. بس والله صدقا كثير حادة، هي والله. باب رح تلسم سم. بسم الله. تسلم بابا تسلم. بدك تنسحب؟ ما راح انسحب. بسم الله. يا قلبي نحوي. انت يا صلي. ما دخلني. ما يدخلني. ما يدخلني. حاجة كثير بابا. عادي. خلاص خليه شوي. هو بتعرف. تعرف جاب التحدي؟ جد؟ وانا هو أول مرة عملت تحدي هيك على فكرة. لا أنا عملت تحدي أكثر من الحلقات. بس مو التحدي؟ لكن هو ما في مزح يعني صراحة. أي والله. وانا تحدي. بسم الله. لا بابا ممنوع تشرب حليب، لأنه حليب يلعب. أيران بابا بس شوي. لا لا أزب. والله كثير حادة. عادي أكله. سحب. انسحب. لا
هاي أول مرة أجربها بحياتي. سحب. لا ما راح أسحب. صدقني سحب. ما راح أشيل قلبي أنا، ما راح أشيل قلبي. أنا ما راح أسحب. راح كمل. أنا بالحياة ما راح أشيل قلبي. ما راح أكسر قلبي لأنه أنا بدي أخلصها كلها. أكل. بس هدي شوي. يلا خيوه، تحدي شوي يا خيوه. أكل ها، راح أجرب خلص منك. خلص، كيف خلص؟ بابا مو خلص. هلا شوف مين اللي كمل. حس وين؟ شوفهم جايز، شوفوا بابا بس أفرجي متعبين شوي هيك. شوف هيك تفرجي عم تكبي لهون؟ عادي عادي الحس. ما لازم تكبي لهون. عادي شوفوا متعبيني، شوفوا شكله سبايسي والله شكله. هي ما أنا حتى محمد. لا شوف. هي باردة محمد. بس هاي لا انا عارفه هاي الحادة هون. عارف يا بابا، بس عن جد هي كتير صعبة وحادة كتير، بس تجربة حلوة. مزبوط مزبوط. هي اول مرة بجرب السبايسي انا، صح؟ انا اول مرة اجرب هذا البارد. البارد؟ ايه. بابا ليش انت عامل كنت تاكل الحد؟ ها؟ ما طول تاكله بارد. صراحة الليمون طيبة، بس بتحط شوي ليمون. تحب على الحامض احط ليمون. بدي اخشك يا بابا. شماد بتخشني انا راح افوز عليك. افوز انا. نجرب الحامض. لا. يخفف الحادة شوي. طيب. طب الماء يا عزيزي بدك بوظة؟ بدك بوظة؟ كمل، ما راح انسحب. لا انا كمان ما راح اشيل قلبي، انا ما راح اشيل قلبي، ما راح اشيل قلبي اكيد، ما راح اشيل قلبي. بسم الله يا رب. خمس فوق خلي يساعدني. بدي أشرب ماي. أنا ما رح أشيل قلبي. بابا لا تشطح، ارتاح شوي. بابا شوف بعمل لي حاجة. أنت كمان مسوي؟ شوفوا ما تعبيني عم بعمل لك طيبة. بس صدقا والله صدقا كثير حادة. محمد ها، أنا راح أفكر إني أسحب لأنه صراحة ما عاد فيني أكمل. جد من دون مبالغة، جد من دون مبالغة، بس والله كثير حادة. رح تاكل ليمون بس أخلص رح تاكل. هيك ما راح فيني أكمل. ماشي. أنا راح أنسحب يا محمد. ماشي. عجبكم الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسوا لنا من اللايك والاشتراك واللايك. باي سلام. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا بدكم تحدي تاني. كانت معكم مين؟ عائلة محمد، وشكرا كثير لكم. لحظة، سلام.